نحتفل في هذا اليوم الاستثنائي بإخواننا وأخواتنا الموقرين من المتقاعدين والمتقاعدات الذين قدموا للجامعة خدمات جليلة طيلة فترة عملهم المثمرة. أيها الزملاء، عملنا معكم فأحببناكم من القلب، كم هو جميل أن تحب وتحب. شكرا لكم من القلب. وتحية للحاضرين أزفها، وكذا لكل مكرم ومكرم، ولسوف أرعى ما حييت ذمامهم، ولسوف يبقى الود جار في دمي. فما هذا الاحتفاء إلا جزء يسير مما تستحقون.